العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي اللي دايما بنعرف من خلالها أهم العناوين والمانشيتات. مريم صباح الفل عليكي، مش هسألك كتير، انطلقي المايك معاكي وهاتي ما عندك. صباح الفل. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني أغلب عناوين الصحف النهاردة كانت عن فوز الأهلي المستحق بثنائية دون رد على المصري مساء أمس، فهنقول أهم المانشيتات. طبعا كان من موقع اليوم السابع مشاركة صالح جمعة وتألق بادجي أهم مشاهد فوز الأهلي على المصري. من موقع يلا كورة كان عودة فارق ال 17، الأهلي يبتعد بقمة الدوري ويدفع بالمصري لصراع الهبوط. ومن موقع في الجول بادجي يوجه نسر الأهلي لاختراق حاجز ال 60 نقطة بالفوز على المصري. ومن موقع ميركاتو داي الدبابة السنغالية تتصدر المشهد، وده كان طبعا تعليقا على إحراز أليو بادجي الهدف الأول وتمهيده الهدف الثاني برأسية لحمدي فتحي. طبعا الخبر يعني اللي جاي ده بيثبت قد ايه ابطالنا المصريين بيقدروا ان هم يحققوا الفوز ويرفعوا راسنا في كل مكان. فكان من بوابه الاهرام ميار شريف تفوز باولى مبارياتها في بطوله براغ المفتوحه للتنس. طبعا تمكنت البطله المصريه ميار شريف لاعبه التنس والمتاهله لاولمبياد طوكيو من الفوز باولى مبارياتها في بطوله براغ المفتوحه بالتشيك على التشيكيه ليندا نوسكوفا بمجموعتين مقابل لا شيء. طبعا جاءت النتيجة 7-6 5-7. تعتبر يعني مشاركة ميار هي دي الثانية لهذا العام في بطولة براغ المفتوحة، لأنها شاركت يوليو الماضي في البطولة نفس البطولة هي. طبعا بطولة براغ المفتوحة تعتبر ضمن تصنيف التشالنجر وهي من البطولات الهامة في تنس السيدات. طبعا ده كان فوز مستحق وهام جدا لبطلة مصرية وهي ميار شريف. من موقع سعودي سبورت عندنا الهلال بطلا 3 انتصارات من العالمي الى العداله. طبعا ده كان يعني العنوان الابرز في المواقع العربيه تعليقا على فوز الهلال مساء امس الهلال السعودي ببطوله الدوري للمره ال 16، سلسله من الانتصارات يعني لا تنسى حققها النادي، يمكن اولها كان رباعيه في ديربي النصر، سباعيه كمان في راس العداله، وخماسيه في مرمى الرائد. ده طبعا كان تعليقا على فوز الهلال السعودي، حقق فوز كبير أمس على نظيره فريق الحزم بنتيجة 4-1. الخبر الأخير على الصعيد العالمي، يمكن كل الأنظار بتتجه ليونيل ميسي وبنشوف إيه اللي بيحصل في ابتعاده أو رحيله عن نادي برشلونة. طبعا يمكن إذاعة كادينا سار الإسبانية فجرت مفاجأة مدوية، وهي أن ميسي قادر على أنه هو يرحل دون دفع الشرط الجزائي اللي بتبلغ قيمته 700 مليون يورو. طبعا الإذاعة الإسبانية امبارح يعني يمكن حدث ضجة بسبب هذا الخبر، وهو بشأن أزمة ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، أنه هو قادر أنه هو يمشي من غير ما يدفع الشرط الجزائي اللي بتبلغ قيمته 700 مليون يورو. ده طبعا في حال أنه هو أراد الرحيل عن نادي برشلونة. وكمان أكدت الإذاعة أن الشرط الجزائي لا ينطبق على ميسي، خاصة أنه هو تعاقد في عام 17 لمدة 3 سنوات لحد طبعا 2021، والموسم الإضافي يمكن أن هو يكون اختياري، وده طبعا بيخلي لأن برشلونة لو لجأ إلى القضاء هيخسر القضية أمام ميسي. وده طبعا يمكن كان خبر صار بالنسبة لميسي ومشجعينه اللي هم عايزينه يمشي من برشلونة أو يتواجد في مانشستر سيتي بعد المفاوضات الأخيرة. كمان مش عايزين ننسى نقول أن إذاعة كادينا سار أكدت أن هي يعني انه يحق او يحق لميسي الرحيل مجانا. واخيرا كمان كان ميسي ابلغهم بعد ما عرفته بهذا الخبر، ابلغهم ان هو لن يكون حاضرا النهارده لاجراء مسحه كورونا علشان يكون موجود خلال الايام المقبله، يعني استعدادا لتدريبات فتره الاعداد. يمكن دي كانت اهم اخبارنا النهارده على المستوى المحلي والعربي والعالمي. بشكركم جدا، عوده الى الاستوديو مره اخرى.
طيب مريم، انا اسمحي لي بس عايزه اسالك في اخر خبر انت تحدثت يعني بشانه، وهو فكره هنا رحيل ميسي عن برشلونه. يمكن الصحف العالميه تناولت هذا الامر، وكان ليها توجه عام، يمكن هي مساندت الى حد كبير برضو ميسي او موقف ميسي وفقا لما انت طرحتيه من تفاصيل يعني خاصه بانتهاء عقده مع برشلونه. ولكن على الصعيد الاخر انا حابه اعرف منك لو لديك بعض ردود الافعال اللي كانت على السوشيال ميديا، هل كان هناك يعني تعاطف مع ميسي؟ هل كان هناك ناس عندها غضب من ميسي؟ عايزين نعرف برضو منك لو عندك يعني بعض المعلومات. طبعا يا نهاوند، مجرد يعني الخبر ده كان من حوالي 6 ساعات او اقل، بمجرد ما طبعا الاذاعه الاسبانيه كادينا سار اعلنت الخبر كان في تباين ما بين ردود الافعال. طبعا مشجعي مانشستر سيتي كانوا بيتمنوا انه يكون الخبر ده حقيقي، لان التقرير يعني لم يثبت حقيقته بعد. ولكن طبعا يعني كل مشجعي برشلونه كان عندهم غضب كبير، خاصه ان هم نزلوا خلال الايام الماضيه في تظاهرات علشان رحيل ميسي، وطلبوا ان رئيس النادي كمان يرحل. فده كان بالنسبه لهم خبر مؤسف جدا، لان هم كانوا معتمدين على ان ميسي هيبقى في برشلونه، نظرا طبعا ليعني ضخامه المبلغ او ضخامه الشرط الجزائي. فبالنسبه لهم ده كان خبر غاضب. لكن على الجانب الاخر يا نهاوند ويا كريم، طبعا كان مشجعي مانشستر سيتي او مشجعين برشلونه اللي كانوا على نفس وتيره غضب ميسي خلال الايام الماضيه بسبب تدهور طبعا المستوى في النادي الشهير، طبعا كان بالنسبه لهم ده خبر سار جدا. يمكن دي كانت تباين ردود الافعال ما بين مؤيد ومعارض، ولكن الاغلب طبعا كان معارض بسبب رحيل ميسي عن ناديهم المفضل، وده طبعا كان نجم كبير يعني قضى اكتر من 16 عام في النادي، فده كان بالنسبه لهم خبر مؤسف جدا. انا بشكرك جدا زميلتنا العزيزه مريم سميح، شكرا ليكي. بس على فكره